مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف التاسع، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس مادة الرياضيات. عنوان الدرس هو المتباينات الخطية ذات المتغيرين، الحصة الثانية. طبعا الهدف من الدرس، يستطيع الطالب تمثيل حلول متباينة خطية ذات متغيرين بيانيا، ويستطيع الطالب أيضا معرفة المتباينة إذا كانت ممثلة. القيمة الأسبوعية، الإخلاص. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإخلاص في كل عملنا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مفهوم العبادة مفهوم واسع، لا يقتصر على الصلاة والزكاة والصيام والحج فقط، ولكن أيضا يشمل ما نقوم به من أعمال ومن مجهودات وما نقوم به في دراستنا. كل هذه أيضا داخلة في العبادة حينما نجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فعزيزي الطالب، كن مخلصا في عملك تنجح بإذن الله تعالى في الدارين، في الدنيا والآخرة. السؤال الأول هو: ما ميل المستقيم المار بالنقطتين؟ هذا سؤال تمهيدي. طبعا الميل عزيزي الطالب، هنطرح القيم اللي على محور واي، يعني نطرح 8 ناقص 2 يكون 6، نطرح 5 ناقص 3 يكون 2، قسم 6 على 2 يساوي كم؟ يساوي 3. السؤال التالي أيضا: ما ميل المستقيم المار بالنقطتين؟ يمكن عز الطالب أن توقف الفيديو ثم تقوم بحل السؤال، ثم بعد ذلك تتأكد من إجابتك. نقوم بداية من طرح الأعداد التي على اليمين، اللي هي قيم واي، وهي 5 ناقص 1 أي 4، ونطرح 7 ناقص 6 أي 1، 4 قسمة 1 يساوي 4. ننتقل إلى المثال الثاني في درسنا اليوم، صفحة 68. يبيع النادي العلمي قمصانا وعلاقات مفاتيح لجمع المال. أوجد عدد القمصان وعلاقات المفاتيح التي يجب أن تباع ليحقق النادي هدفه أو يتجاوزه. طبعا هنا معطيك الهدف هو 2000 ريال. الهدف هو 2000 ريال، يعني هو يريد أن يحقق هدف 2000 ريال. سعر القميص الواحد 40 ريال، سعر علاقة المفاتيح الواحدة 8 ريالات. سوف نقوم عز الطالب بتكوين متباينة. هذه المتباينة هو يجب أن تباع ليحقق النادي هدفه أو يتجاوزه، يعني يكون يساوي 200,000 أو يزيد عن 2000. فسوف تكون المعادلة كالآتي: 40 إكس، يعني 40 في عدد القمصان، ممكن يكون 10 قمصان أو 20 أو أكثر، فعدد القمصان هو الذي يمثل إكس، زائد 8 واي أي 8 علاقات، 8 ريال في عدد العلاقات، أكبر من أو يساوي 2000. كلمة أكبر أو يساوي هي التي أخذناها من الهدف، اللي هو يجب أن يحقق الهدف 2000 أو يتجاوزه. ثم نقوم بعد ذلك بحل هذه المتباينة بالنسبة للمتغير واي. عزيزي الطالب، يمكن حتى من هذه المتباينة أن تحصل على المقطع واي والمقطع اكس وتمثل مباشرة، ويمكن أنك أنت تكتب المتباينة هكذا، ثم بعد ذلك نقوم بنقل العدد 40 اكس إلى الطرف الآخر لكي يكون 8 واي يساوي سالب 40 اكس زائد 2000، ثم نقسم على 8 لكي يكون المسألة هي واي أكبر أو يساوي سالب 5 اكس زائد 250. قسمناها على 8 على 8 على 8. طيب، كيف يمكننا تمثيل هذه المتباينة؟ انظر عز الطالب، هذه محاور الإحداثيات، وهذه هي المتباينة. طبعا بداية لازم أن تجعل العدد سالب 5 تقسمه على 1 لأن هذا يمثل الميل. أين المقطع واي؟ المقطع واي 250. انظر 250، هذه 250، ثم الميل تنزل للأسفل 5 وحدات ولليمين وحدة. لماذا؟ لأن هذا سالب 5، تنزل 1 2 3 4 5 وتروح وحدة اليمين هكذا. انظر، ثم بعد ذلك تقوم برسم الخط. خط ماذا؟ نعم، هذه العلامة طالما فيها
أكبر أو يساوي فهو خط متصل. نرسم خط متصل، وبعد الخط المتصل واي أكبر أي نظل المنطقة العليا. انظر، هذا الخط المتصل، ثم ظلال المنطقة أعلى الخط. هذا هو تمثيل البيان. إن كل النقاط الواقعة في المنطقة المظللة أو على المستقيم الحلولي تمثل حلولا للمتباين. يعني كل النقاط اللي أنت شايفها هذه تمثل حلول للمتباين. يعني ممكن تأخذ هنا، تأخذ 100 من الـ X وتأخذ 150 من الـ Y. يعني يمكن أن تبيع 100 قميص و150 من العلاقات. ممكن تأخذ 100 مع 200. يعني هذه المنطقة كلها تمثل الحلول. ولكن بما أنه لا يمكن بيع عدد سالب من القمصان أو علاقات المفاتيح، يجب استبعاد القيم السالبة. يعني القيم السالبة اللي تحت هنا والقيم السالبة اللي هنا أيضا تستبعد، فنأخذ النواتج في الموجبة فقط. ننتقل إلى المثال رقم 3، وهو كتابة المتباين الخطية. كيف يمكنك أن يعني هذه الرسمة موجودة أمامك، كيف يمكنك عزيزي الطالب أن تكتب المتباين الممثلة لهذا الشكل؟ بداية سوف نقوم بكتابة معادلة المستقيم الحدي. هذا المستقيم الحدودي هذا تكتب معادلته. كيف يا أستاذ أكتب معادلته؟ أنت أخذنا قبل ذلك أن المعادلة هي y يساوي m x زائد b، وقلناها مرارا وتكرارا. أي معادلة مستقيم يا شباب؟ هي y يساوي m x زائد b. طيب قيمة ال b يساوي كم؟ نعم ال b هي المقطع، أحسنت، هي سالب 3. إذا ال b هنا تمثل سالب 3. طيب الميل؟ الميل هي الإزاحة الرأسية على الإزاحة الأفقية. يعني امشي واحد لأعلى وواحد يمين، يعني واحد على واحد. انظر عزيزي الطالب، أهي الميل يعني واحد على واحد، يعني كأنك مش هتكتب عدد ما على الإكس، يعني أصبحت واي يساوي إكس ناقص 3. هذه هي المعادلة. طيب الشكل اللي تراه أمامك عايز الطالب، أعلى أم أسفل؟ أسمع طالب يقول أعلى. نعم أعلى، إذا المتباين سوف تكون أكبر من. طيب أكتبها أكبر ولا أكبر أو يساوي؟ أكيد أكبر أو يساوي، لأن الخط هذا متصل كما ترى. فسوف تكون هكذا، واي أكبر أو تساوي إكس ناقص 3. إذن بداية كتبنا المعادلة، ثم بعد ذلك كتبنا المتباين. ننتقل للسؤال التالي، حاول أن تحل. اكتب المتباين الخطية الممثلة لهذا الشكل تماما كما كتبنا في المسألة السابقة. سوف نقوم بكتابة المستقيم الحدي، نكتب معادلته. وما هي معادلة المستقيم؟ y يساوي نعم mx زائد b هكذا. ثم قيمة البي يساوي كم؟ هذه بي هي المقطع، ويعني واحد، يعني هنا البي هتكتبها واحد. طيب والميل يساوي كم؟ الإزاحة الرأسية على الأفقية. الرأسية كم؟ شوف عزيزي الطالب، ممكن تبدأ من هنا، تبدأ واحد اتنين على واحد، لكن اتنين لأسفل، يعني سالب اتنين على واحد. فتقول ايه؟ عبارة عن سالب اتنين اكس زائد واحد. سالب اتنين هذه تمثل الميل، هي واحد مربعين لأسفل ومربع اليمين، والواحد هذا يمثل المقطع اللي هو بهذه النقطة. طيب كتبنا هنا المعادلة. طيب نريد أن نكتب المتباين، هذه القيم أسفل أم أعلى؟ أكيد القيم أسفل، إذا هذه هي أقل من. طيب أقل ولا أقل أو يساوي؟ أكيد بناء على هذا الخط فهي أقل أو يساوي. انظر، واي أقل أو يساوي سالب 2 إكس زائد 1. تمارين في صفحة 72. في التمارين من 24 إلى 27 اكتب المتباين الخطية المبينة في كل التمثيلات البيانية التالية. هذه هذا هو التمثيل، صفحة 72، السؤال رقم 24. والمطلوب منك عزيزي الطالب أن تقوم بكتابة المتباينة. عزيزي الطالب يمكنك إيقاف الفيديو ثم محاولة كتابة المتباينة، ثم بعد ذلك مراجعة ما قمت بحله مع ما سوف نقوم بكتابته. أول خطوة سوف نقوم بكتابة معادلة المستقيم الحد، هذا المستقيم الذي تراه. طيب هذا ما هي المعادلة؟ كما قلناها مرارا وتكرارا وتكرارا، هي y يساوي mx زائد b، لا تتغير، القانون لا يتغير. طيب ما قيمة الميل وما قيمة البي؟ قيمة البي عايز الطالب هذه اهي محور y، المقطع هو سالب 4، يعني هنا بي معناها سالب 4. طيب الميل هو
الإزاحة الرأسية على الإزاحة الأفقية. الإزاحة الرأسية مش كم، وهنا انظر هيبدأ من هذه النقطة من هنا هينزل 1 2 3 يبقى سالب 3 ويروح يمين 1، يعني سالب 3 على 1. اي واي يساوي سالب 3 على 1 اكس ناقص 4. طيب تمام ممتاز. هنا الواحد هذا اللي في المقام يمكن تستغنى عنه، تكتبها واي يساوي سالب 3 اكس ناقص 4. طيب المتباين الان اسفل ولا اعلى؟ نعم عايز الطالب اسفل كما ترى اهي اسفل الخط. طيب اقل ولا اقل او يساوي؟ اقل او يساوي هكذا واي اقل او يساوي سالب 3 اكس ناقص 4. ننتقل للسؤال التالي. سؤال رقم 25، اكتب المتباين الخطي المبينه في كل من المتمثلات البيانيه التاليه. يريد ان تكتب المتباينه التي مبينه كما ترى. اول خطوه عز الطالب تكتب المعادله. المعادله هي ماذا؟ واي يساوي ام اكس زائد بي، معادله هذا المستقيم. طيب البي يساوي كم؟ نعم خلاص حفظناها، البي يعني المقطع يعني 2، خلاص يعني تشطب بي وتكتب مكانه 2. طب الميل الازاحه الراسيه على الافقيه، شوف الراسيه هنا كم؟ 1 اهي بس لاسفل، 1 لاسفل و1 2 3 لليسار، يعني سالب 1 على سالب 3 يعني 1 على 3. او تبدا من هنا تاخد 1 لاعلى يعني 1، وهنا 1 2 3 لليمين يعني 1 على 3 تاني اهي. تبدأ من هذه النقطة تنتهي هنا عند هذه النقطة. تبدأ بأي نقطتين؟ النقطة الأولى هنا يبقى 1 لأعلى و3 لليمين، فسوف يكون عبارة عن y يساوي 1 على 3 x زائد 2. طيب هنا المنطقة أسفل أم أعلى الخط؟ أسفل الخط يا أستاذ، إذا علامة أقل من. طيب أقل ولا أقل أو يساوي؟ لا هنا نقطة يعني أقل فقط. إذا المتبينة هي y أقل فقط من 1 على 3 إكس زائد 2. يمكنك عز الطالب أن تقوم بحل المسائل مرة أخرى لوحدك، ويمكنك أن تعيد الفيديو مرة واثنين وثلاثة حتى تستطيع أن تستوعب الدرس. وإلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم. ولجميع الطلاب في صفحة 72 المسائل من 26 مسألتين فقط، 26 و27 قم بتمثيلهم، بنقل التمثيل البياني إلى متبينات. وإلى اللقاء في المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.